بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بتلاميذ المستوى السادس ابتدائي في هذا الفيديو الجديد وهذا الدرس الجديد الذي سنخصصه لمادة النشاط العلمي. سنحاول أن ندرس في هذا الفيديو على أستدل على دوران الأرض حول نفسها، بمعنى كيف هل الأرض تدور حول نفسها أم لا. هذا الدرس هو موجود لكم في الصفحة 68، إذا أردتم أن تأخذوا الكتاب فأفضل لكي تتابعوا جيدا المعطيات. الآن نمر إلى الصفحة رقم 68. لدينا في أعلى الصورة هذا النشاط، لدينا النشاط التمهيدي ولدينا الوثيقة. سنحاول أن نقرأ النشاط التمهيدي. تدور الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق دورة كاملة في مدة 24 ساعة، ويطلق على هذه الحركة الدورة المحورية، وبذلك تبدو القبة السماوية وكأنها تدور حول الأرض من الشرق إلى الغرب. إذا نشرح هذا النشاط، تدور الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق، بمعنى من الغرب إلى الشرق دورة كاملة. كم تستغرق دورة كاملة؟ تستغرق مدة 24 ساعة. ويطلق على هذه الحركة، يعني الحركة هي دورة الأرض حول نفسها، بمعنى هذه الحركة تسمى الدورة المحورية. لماذا سميناها المحورية؟ لأنها تدور حول المحور. بالنسبة لهذا المصطلح ديال المحور فيما بعد نوريه لكم، في كاين عندما نقوم بأستخلص شرح أستخلص سأريكم المحور. وبذلك تبدو القبة السماوية وكأنها تدور الأرض حول تدور حول الأرض من الشرق إلى الغرب، بمعنى عندما مثلا أنظر إلى السماء ألاحظ أن كأن النجوم هي التي تتحرك والأرض ثابتة، لكن هو في الأرض في الأصل هو العكس. ما معنى القبة السماوية؟ هو مثل هذا. مثلا هنا مثلا أنا أنظر إلى السماء أرى هذا القمر، بعد ساعتين أو 3 ساعات سألاحظ أن هذا القمر أو النجم لم يصبح هنا، لم يعد هنا، أصبح هنا مثلا في هذه النقطة، أصبح هنا. إذا لماذا تحرك؟ هل يمكن أن نقول أن النجم هو الذي تحرك أو القمر هو الذي تحرك؟ إذا هنا بالنسبة لهذه النجوم فهي ثابتة، وبالتالي ماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن الأرض هي التي تتحرك، مفهوم؟ إذا هذا هو المعنى للقبة السماوية، أنظر إلى السماء وأرى كأن النجوم تتحرك من الشرق إلى الغرب، يعني العكس ديال دورة الأرض حول نفسها. الأرض حول نفسها تدور من الغرب نحو الشرق، لكن حركة النجوم كما أراها في القبة السماوية كأنها تتحرك من الشرق إلى الغرب. جيد، إذا نعود إلى الصفحة ديالنا. لاحظوا هنا جيدا، لدينا هذه الوثيقة، الوثيقة واحد، نخلة وظلالها في أوقات مختلفة من النهار. لدينا هنا الشمس، هنا نخلة، وهذه ظلال، هذا مثلا في الصباح، وهذا مثلا في المساء، وهذا في الظهيرة. جيد، أول ملاحظة ألاحظ هو أن هنا طول الظل، الظل هنا طويل لكن هنا قصير، وهنا طويل وهنا قصير، هذا كملاحظة أولى. ملاحظة ثانية هو أن الظل هو في هذا الاتجاه، يعني على اليمين ديالي، يعني على اليمين ديالي أو اليمين ديالكم أنتم كذلك، ثم في المساء أصبح على اليسار، إذا كان في هذا الاتجاه، كان في اليمين وأصبح في اليسار. إذا هنا أولا ألاحظ أولا تغير في طول الظل ثم الاتجاه، ولذلك يمكننا أن نطرح التساؤل التالي، عما يدل تغير طول الظل واتجاهه؟ إذا هذا التساؤل الذي سنطرحه وسنحاول الإجابة عنه في الأنشطة تستثمر لبناء الوحدة أو في بناء الوحدة. جيد، إذن هنا لدينا تجربتين، هذه في الحقيقة تستحق التجربة وليس فقط المناقشة هكذا، لكن سنحاول إيصال الفكرة بأفضل بطريقة أفضل. جيد، هنا سنحاول أن ملاحظاتنا على هذه الوثيقتين ونفسر سبب مثلا لماذا هنا يظهر مثلا هكذا أو هكذا إلى غير ذلك. هنا هذه هي الطريقة في طريقة إنجاز التجربة الأولى أو التجربة الثانية. الآن نلاحظ الوثيقة 2، محور الدوران غير مائل. محور الدوران هو هذا قوس. المحور هو هذا، من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي هكذا. محور الدوران يعني عمودي،
هكذا. جيد. عمودي يعني غير مائل، لذلك نسمي محور دورا غير مائل، هذا المحور هذا غير مائل. جيد. وضعنا قلم هنا ومصباح، هذا المصباح يلعب الدور الشمس، ثم سلطنا الضوء على هذا الجزء من الكرة الأرضية أو على هذا النصف من الكرة الأرضية، نلاحظ تكون الظل هنا، لدينا ظلون هنا، إذا الظلون هنا طويل، ثم سلطنا الضوء عليه فأعطانا هذه النتيجة. جيد. الآن نأخذ نفس التجربة لكن نغير المحور، المحور كان هكذا عمودي، هنا يصبح مائل من القطب الشمالي إلى الجنوبي، أصبح مائل. إذا من خلال الوثيقة 2 والوثيقة 3 حاولوا أن تحددوا مثلا اتجاه الظل. جيد. الآن لاحظوا في الوثيقة 2 أن الظل كان في هذا الاتجاه لأن المحور كان هنا غير مائل، لكن بعدما أصبح المحور مائل تغير اتجاه الظل. اتجاه الظل، إذا لماذا تغير اتجاه الظل نسبة إلى محور الدوران؟ عندما يكون غير مائل فهو يكون هكذا، وعندما يكون مائلا فيصبح هكذا. إذا هذا هو سبب تغير اتجاه الظل. جيد. إذا هذه الوثيقتين سنحاول أن نكون استخلص، اللي هي موجودة لكم في الصفحة كذلك. يدل تغير طول الظل على دوران الأرض حول محورها المار من قطبيها، هذو هما القطبين، ها المحور هاو، وهاد الاخر اسمه من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي. يدل تغير اتجاه الظل على ميلان هذا المحور، اذا اتجاه ديال الظل في هذه الوثيقه كان هكا، في هذا الاتجاه كان افقيا، هنا اصبح مائلا، يعني في هذا الاتجاه، يعني تغير اتجاهه، وهذا راجع الى المحور عندما يكون غير مائل يعطينا هذا الاتجاه، وعندما يكون غير يكون مائلا يعطينا هذا الاتجاه. يدل تباين مواعيد صلاة المغرب على دوران الأرض حول نفسها من الغرب نحو الشرق. هنا مثلا نحن في شهر مثلا الآن أبريل، مثلا المغرب تؤدي مثلا الأذان مع 7:30، في الصيف ستكون مثلا مع 8 أو 8:15، في الشتاء مثلا شهر يناير أو شهر دجنبر ستكون مثلا مع 6:30. إذا هذه المواعيد هي تختلف، يعني ليس لدينا موعد محدد ولكن لدينا موعد مختلف. إذا هذا السبب راجع إلى دوران الأرض حول نفسها. جيد. إذا نتمنى تكون الفكرة وصلتكم مزيان، وغادي نخليكم الآن مع واحد الفيديو يعني دوران الأرض حول نفسها، وهو فيديو حقيقي لدوران الأرض. إذا كيف ما تشاهدون، إذا دوران حقيقي للكرة الأرضية حول نفسها. هنا قاموا بتثبيت كاميرات تثبيت، عندما أقول بتثبيت بمعنى وضعوا كاميرات ثابتة لا تتحرك، وقاموا بتصوير الأرض من الأعلى. لاحظوا هنا، جيد، مثلا هكذا، هنا نلاحظ بطريقة أفضل، هنا لدينا كاميرا من الأعلى تصور الأرض، وهذه الكاميرا هي ثابتة بمعنى لا تتحرك، ثابتة. نلاحظ أن الكرة الأرضية تذهب في هذا الاتجاه، تذهب في هذا الاتجاه بمعنى تتحرك. هذه صور حقيقية للكرة الأرضية وهي تدور، هذه صور حقيقية. إذا كما تلاحظون أن الأرض تدور حول نفسها. جيد. إذا نتمنى أنكم استفدتم هذا الفيديو هذا كذلك. الآن نمر إلى الصفحة الموالية ليتعاقب الليل والنهار، وأحسن شرح يمكن تقديمه في هذا الدرس اللي هو تعاقب الليل والنهار، اللي هو الموجود لديكم في الصفحة 69، هو هذا الفيديو كذلك، والذي يظهر لنا دوران الأرض حول نفسها. عندما تدور الأرض حول نفسها فهي مرة تعطينا نهارا، مرة تعطينا ليلا، كما سنلاحظه في هذا الفيديو. جيد. الآن أولا يجب أن نستحضر أن نلاحظ أن هنا تاريخ معين، لدينا 27 يناير 2016 الساعة 10
ليلا و29 دقيقة. هذا توقيت غرينيتش، هذا توقيت غرينيتش. أنتم تعرفون ما معنى غرينيتش؟ هو من بين خطوط الطول، فهو مر من منطقة تسمى غرينيتش بإنجلترا، ويمر كذلك بوجدة المغربية. هذا الخط يسمى خط غرينيتش. جيد، الآن هنا لاحظوا، هنا لدينا كما تلاحظون لدينا هنا بعض يظهر كأن الأضواء مشتعلة، يعني الليل. هنا الشمس فهي في الاتجاه الأخرى، يعني في الجهة الأخرى، يعني الشمس في اتجاه آخر، لأن هنا قلنا 10:30 ليلا، يعني 10:29 الليل، 10:29 دقيقة ليلا، يعني هذه الجهة هذه يكون فيها الليل والجهة الأخرى غادي يكون فيها النهار. علاش؟ لأنها مقابلة للشمس، الشمس راها في الجهة الأخرى، هي مدركة الآن بالكرة الأرضية. الآن سنحاول تشغيل الفيديو. هكذا لاحظوا، هذه هي الشمس، هذه هي الشمس، تظهر وأنها تتحرك، لكن في الأصل فهي لا تتحرك، لكن الكرة الأرضية هي التي تدور، الكرة الأرضية هي التي تدور. جيد، لاحظوا هنا الساعة، كانت تاريخ 27، أصبح الآن 28 يناير 2013، كانت 10:30، الآن تقريبا حوالي 1 صباحا. نكمل هنا الكرة الأرضية، أعيد، الكرة الأرضية هي التي تدور، وباقي النجوم الموجودة هنا لا تدور، لا تتحرك، الكرة الأرضية هي التي تدور. جيد، هنا لاحظوا هنا التوقيت 4:47 صباحا. لاحظوا هذه المنطقة، يعني هي مضاءة بشمس، يعني أن الشمس تضيئها في هذه الجهة، في هذه الجهة، لكن هنا مثلا المغرب، ها هو المغرب، فهو ما زال به الليل. لماذا؟ لأن الشمس لم تصله بعد، إذا ضوء الشمس لم يصله بعد، أما هذه المنطقة فضوء الشمس وصلها، وبالتالي فإن لديها هنا النهار وهنا الليل. سنحاول أن نكمل الفيديو. جيد، الآن 28 يناير 2016، 9:05 بتوقيت غرينيتش، يعني توقيت غرينيتش. الآن كنلاحظوا بأن هذه المنطقة فهي الآن مقابلة مباشرة إلى الشمس، مقابلة الشمس، لذلك لدينا هنا نهار، لدينا هنا النهار، والجهة الأخرى من الجهة الأخرى من الكرة الأرضية بها الليل. لماذا؟ لأنها غير مقابلة للشمس، هذه المنطقة هي مقابلة للشمس، بالتالي هنا نلاحظ أن هنا ضوء الشمس، يعني أن هنا النهار، والجهة الأخرى غير مضاءة، يعني الليل. لاحظوا هنا لدينا 9 صباحا، لدينا 9 صباحا. جيد، جيد، لاحظوا هنا جيدا أن المغرب، منطقة المغرب اللي احنا الموقع ديال المغرب على الكرة الأرضية، هو هذا الموقع المغرب على الكرة الأرضية اللي كانت موجودة فيه احنا، الآن ما زالت ضوء الشمس هنا، يعني مازال احنا عندنا النهار، بينما هذه المنطقة ما بقاش كيوصلها ضوء الشمس، وبالتالي يعني هذه الجهة هذه غير مضاءة بالشمس، يعني هي في الجهة المعاكسة للشمس، هذه الجهة هي مقابلة للشمس، إذا الشمس ولات رجعت في الجهة، هنا في الجهة، وضوء الشمس هنا، وهنا الليل، لأن هنا هذه المنطقة هذه غير مضاءة بضوء الشمس، هنا الليل وهنا النهار. نكمل الفيديو. إذا هنا الشمس، هي إذا الكرة الأرضية هي التي تدور وليس الشمس، الكرة الأرضية هي التي تدور. نتمنى تكون الفكرة وصلتكم إن شاء الله بحول الله. إذا هنا دور الأرض حول نفسها ينتج عنه الليل والنهار، إذا عندما تدور الأرض حول نفسها مرة تعطينا الليل ومرة تعطينا النهار، وخلال لكي تدور الأرض حول نفسها فهي تستغرق مدة 24 ساعة كما رأينا في الصفحة 68. نتمنى تكونوا استفدتوا في الدرس هذا، وإن شاء الله بحول الله نراكم في فيديو قادم ودرس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.